حنا كنبيعوا هذا الشيء ديال البلدي، كيتحرك شويه في هذا الشيء ديال المناسبه ديال الاعياد. ودابا هذا العيد واخا هكاك دايزناق شويه، ولكن في متناول الجميع. اللي كيبغي يلبس شي حاجه على قد جيبه راه كيلقى، كاين الثمنات من 70 درهم 80 درهم حتى 200 درهم. المهم حنا عندنا الغرض كل شيء يلبس، اللي بغى شي حاجه راه كيلقى داك الشيء في متناول الجميع. الحركه هذه العام ما كاين ما يدار، بحال قول بدي نقارض العيد الميلود، فهمتي ولا لا؟ بدا ينقرض، ما بقاش داك الشيء اللي كان. كان عيد ميلود تبارك الله كتكون البيع والشراء، وكتكون الدنيا زعما مزيانه وزاهره، ولكن هاد من رمضان لهنا ما بقاش داك الشيء، غادي كينقص. اجواء العيد كان هاد الشيء ديال البلدي كان كيتباع، كيتباعها في رمضان، اما هاد المناسبه ديال المولد ما السوق والو، السوق ميت مسالي كاع. كنا كنخدموها مع ديال الدراري الصغار، الدراري الصغار دابا ما بقاوش مع الازمه ديال المدرسه والعطله وداك الشيء، الناس تقهروا. عيد الميلود ديما الحركه بيعيه، البيع والشراء كيكون في رمضان وفي العيد الكبير. المهم راه كتشوف كل شيء بين عينك، سوق خاوي ما كاين حتى واحد.